الأعمال. وشكرا لكم. طبعا سبع نقاط رئيسية في عمل اللجان الفرعية، أعداد كبيرة هلبة جدا، أكثر من 15,000 على مستوى طرابلس، أكثر من 100,000، تأخذ وقت كبير. سرعة الإجراءات اللي تمت من قبل اللجنة المنظمة أو من قبل حتى رئيس الحكومة في الإعلان وتسليم بعض الصحف، هنا أعطى انطباع أن المواطنين في بلدياتنا طرابلس الكبرى أن مش حتكون عندهم حصة. بالفعل لو استمرت الحكومة في هذا النهج مش حتكون حصة لأي بلدية في طرابلس، حيكون عندنا مذكرة في هذا الخصوص تعد عن احتياجات شباب العاصمة وتحال بشكل مستعجل، وسيكون هناك لقاء مع رئيس اللجنة. وشكرا. بحضور السادة عمداء بلديات العاصمة طرابلس، ونحن نتكلم بكلمة العاصمة طرابلس الكبرى، هي العاصمة فعلا، ونحن كبلديات عدنا الآن لاجتماعنا بعد فترة الراحة. هذا الاجتماع اليوم الذي تم في بلدية عين زارة باستضافتها، كان حضور السادة العمداء يعني بكل جدية وبكل قوة أن يكون اجتماع تقابلي للقاء والتعارف والتآلف والتحاب، وكذلك توحيد كلمة العمل الجماعي لتقديم خدمة لصالح المواطن. عدنا طبعا واحنا نذكر زي ما نقول البلديات: سوق الجمعة، تاجورة، طرابلس، القربولي، حيلندرس، أبو سليم، قصر بغشير، السايح، العواتة، جنزور، طبعا جل البلديات الآن موجودة، تغيب البعض القليل نظرا لظروفهم، ونحن السادة كعمداء قبل عذرهم، ويستمر السيد إبراهيم عميد بلدية طرابلس المركز في إدارة الاجتماع، ونتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى. البند الثاني طبعا ناقشنا موضوع قروض الشباب والأسر المحتاجة، آلياتها والمستفيدين منها والجهات اللي قائمة عليه، وكيفية التواصل مع البلديات بحيث يصل القروض لكل مستفيد وكل شخص يعني المفروض يكون من اللي يستاهلوا القرضات. وعندنا بعض التعليقات على الآلية، حنا نقدم بها مذكرة بكرة إن شاء الله لرئيس اللجنة العليا لمبادرة القروض هذه. البند الثالث اللي هو الحملات اللي الآن تقام داخل العاصمة، سواء على المخابز أو على المصحات الخاصة، حنناقشوا الفكرة والآلية وكيف يصدر قرار بالكيفيات هذه، ومن اللي مفروض يكون في القرار هذا، ومن هي الجهات اللي تصدر في قرارات زي هذه. طبعا باش تبدأ الأمور واضحة وكل شيء في نصاب، احنا كلنا من أجل حماية أهلنا، ولكن الإدارة المحلية والشغل المحلي موكل للبلديات. لما تصير حملات زي هذه والبلديات تبدأ ما عندهاش علم، يبقى احنا في خلل في إدارة الإدارة المحلية داخل بلديات العاصمة. احنا نمثل العاصمة كلنا البلديات الموجودة الآن، لذلك نبغى نديروا التنسيق. احنا في إطار التنسيق طبعا احنا شاكرين مجهودات الجميع، شاكرين مجهودات أي شخص يحاول يحمي أهلنا، سواء من ناحية الغذاء أو الخدمات، احنا شاكرين كل حد. ولكن احنا الآن هنا اليوم في إطار التنسيق ووضع آليات صحيحة باش الجميع نحددوا المسؤوليات عند مني، ومن اللي المفروض يتحرك في المواضيع هذه، وكيف يكون الاتصال، وكيف يكون اتصال ماهر يا أخي، بحيث أن الجميع يشارك في المواضيع هذه. لذلك البند الثالث الآن المطروح هو رأي السادة عمداء البلديات في الحملات اللي تقوم من الفينة والأخرى، سواء في ضبط الأسعار، سواء في وضع المخابز من ناحية الأسعار ومن ناحية جودة استعمال الدقيق، الحملة الأخيرة اللي كنا شاهدناها برومات البوتاسيوم. الموضوع الثاني اللي هي المصحات الخاصة، رأينا فيها، تسعيرتها، خدمات اللي تقدم فيها، كيف نتعامل معها في ظل غياب وزارة الصحة اللي انتم ملاحظينها، وفي ظل حاجتنا لتوطين العلاج، وهل احنا لو وقفنا ضد مصحاتنا الخاصة كيف ما يقولوا اصحاب المصحات، ان احنا هنا نشجعوا بطريقة او باخرى
توطين العلاج في الدول المجاورة لنا، كيف كل هذه التفاصيل يكون للبلديات رأي فيها، بحيث لأن احنا طبعا من غير قطاع خاص جربنا، القطاع الخاص الآن أصبح مهم، وقطاع ناشئ كان وقفنا معاه بطريقة سليمة قد يكون هو الحل. وأعتقد أن التضييق بشكل كبير مرات يرهقنا، يطلع القطاع الخاص من الخط وعلى القطاع العام كلكم تعرفوا وضعه، فنلقوا روحنا في موال العلاج بالخارج. العلاج بالخارج أصبح مكلف على ناسنا ومكلف حتى على الدولة، وأعتقد أنه باب فساد يعني ما هوش غاب يعني حد. لذلك النقطة هذه نبو نتكلموا فيها، نبو العميد تجورة الأستاذ خالد يقول كلمة مع الشباب في ليبيا الرسمية على السريع، يحكي لهم على تفاصيل اجتماعنا هذا، وبعدها نبو العميد قصر بن رشيد حتى هو يقول لهم كلمة باش نكملوا باقي البند متاعنا هذا بعيد عليه شوية، هيك ناخدوا فيه الكلام التفاصيل نبوها بعيد شوية على الإعلام. معلش تفضل سيد خالد مع الشباب. والله اليوم حاولنا نبدو في اجتماعات لعمودة بلدية طرابلس كبرى، وتم الاختيار الاجتماع الأول يكون في بلدية عنزارة. الاجتماع هذا مبدئي، تواصل مع اجتماعات أخرى عليه، كل مرة يكون الاجتماع في بلدية من بلديات طرابلس. الهدف الاجتماع اللي هو نحاولوا أن يكون تشاور بين البلديات في الأعمال الخدمية اللي مسؤول عليها البلديات، والذهاب جميع البلديات في خطة واحدة لخدمة المواطن. طبعا تو هو الاجتماع البند اللي تو واصلين فيه هو موضوع الدقيق وموضوع الخبز وموضوع الحملة اللي شنت الأيام الماضية، وهذا باب النقاش حاليا. نحب نوصل ان احنا اجتماعنا هذا حيكون مستمر. نقول راو اول بند هو فتح اللي هو بعاد شبح الحرب على العاصمة، وهذا اللي بيأكدوا عليه عمداء البلديات لا للحرب داخل العاصمة طرابلس. تناقشنا في القروض الشبابية وكيفية معالجة بعض العراقيل اللي موجودة في العملية هذه، وكيف ننظم الشغل في عملية القروض وأن القروض هذه تذهب لمستحقينها. والبند الثالث اللي هو بند الدقيق والخبز يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اجتمعنا اليوم عمداء بلديات طرابلس العاصمة ببلدية عين زارة، ناقشنا عدة محاور وما زال لحد الآن الاجتماع مستمر لله الحمد، كان معظم العمداء متواجدين. ناقش الاجتماع حقيقة كان بروح طيبة وتفاهم بين كل العمداء، ناقشنا عدة محاور من أهمها طبعا الوضع الأمني الذي تمر به العاصمة هذه الأيام، وكل العمداء كانوا متفقين حقيقة أن لا تكون طرابلس ساحة قتال، نرفض القتال بأي شكل من الأشكال. والبند الثاني طبعا اللي تم مناقشته وهي مبادرة الحكومة بخصوص صرف قروض السكنية للمحتاجين والإسكان الشبابي. هذه المبادرة طبعا ما زال عندنا فيها كعمداء بلديات عدة كلام، ما زال عندنا فيها عدة تساؤلات نريد توضيحها من الحكومة، من رئيس اللجنة العليا للمبادرة. أيضا البند الثالث اللي تم مناقشته هي قيام بعض الجهات الضبطية بحملات وطنية داخل البلديات دون التنسيق مع البلديات أو الحكومات المحلية بالعاصمة طرابلس. أهم طبعا كحملات الحرس البلدي على المخابز وعلى الحملات الوطنية تقوم بها على الدقيق أخيرا، وجود المواد المسرطنة هذه طبعا، وكذلك العيادات الخاصة طبعا العيادات الخاصة والقطاع الخاص بشكل عام داخل البلديات. نحن كبلديات في حاجة ماسة جدا لهذا القطاع وندعمه بكل قوة،
ولكن في نفس الوقت لا نترك له المجال كي يكون جهات تستغل المواطن في نفس الوقت. يعني فنحن نقف عصات ميزان بين المواطن المحتاج الذي لا يستطيع العلاج بالخارج، وأيضا نقف مع العيادات الخاصة أو المصحات الخاصة كي توفر لنا خدمة دون الحاجة للعلاج بالخارج بدول مجاورة. يعني دائما ندعم الحملات التي تحفظ المواطن من الاستغلال، أو تحفظ المواطن من استهلاك لمواد مثلا مسرطنة أو مواد منتهية الصلاحية. نحن نحافظ على صحته، تهمنا صحته بالدرجة الأولى. يعني دائما ندعم هذه الحملات بشكل تام، ولكن يجب أن يكون فيه تنسيق مع البلديات وعلى الحكومة المحلية، هي أدرى وأحوج بكل المشاكل الموجودة بين الطرفين، بين المستهلك وبين مقدم الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد علي بلوط، عميد بلدية القربولي. طبعا بدعوة كريمة من مجلس البلدي عين زارة التأم هذا اللقاء، ضم عمداء بلديات طرابلس الكبرى. كان هذا الاجتماع نعتبره موفقا إلى حد كبير، حيث إننا ناقشنا الأمور التي تعاني منها بلدياتنا جميعا، وأهم البنود اللي رأينا أن ندرسها القروض الشبابية اللي هي الفرصة الآن اللي متاحة للبلديات، كيفية ناقشنا الآلية، كيفية الوصول إلى نتائج حقيقية لكي نعطي كل ذي حق حقه من الشباب. أيضا سنتناول الحملات التي تجري من حين إلى آخر في البلديات، أيضا في نفس الوقت بعض المشاكل الأخرى التي تعاني منها جميع بلدياتنا. وإحنا يعني لما تعاني بلدية من مشكلة معينة هي أيضا نظيرة لها في البلدية الأخرى، بالتالي مشاكلنا واحدة، وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا بعقل جماعي أن احنا نوفق إلى وضع آلية مناسبة لهذه الإشكاليات جميعا. أن كلما تم التنسيق مع البلدية العملية نشوفها أنجح، الحملة تقوم، البلدية ما عندهاش علم، حتكون فيها جوانب سلبية، أننا بتعاون في الحملات هذه وإحنا مع الحملات هذه إلا عملية تنسيق فقط لا غير. أتمنى كل الرفاهية للشعب الليبي، وأننا جنود للناس اللي انتخبتنا، ووفقنا الله سبحانه وتعالى في تأدية هذه الأمانة، لأنها أمانة رفعناها على ظهورنا، ورب وفقنا لتأديتها بالوجه المطلوب.